اولا ممكن حضرتك يعني تدينا فكره عن اللي تم في الاجتماع النهارده مع السيد رئيس الوزراء؟ والحقيقه اجتماع مجلس التنظيم النهارده برئاسه دوله رئيس الوزراء كان العنصر الاساسي فيه مراقبه وضبط الاسعار بالنسبه للسلع الاساسيه وتوفرها، وخاصه ان احنا مقبلين على شهر رمضان باذن الله المبارك. الهدف الرئيسي انه توافر السلع الغذائيه وجودتها واستمراريتها وضبط الاسعار، وبالعكس انه هيبقى في اجهزه الدوله كلها متشاركه سواء وزاره التموين ومباحث التموين، ايضا المجمعات الاستهلاكيه المنتشره، ايضا المنشات اللي بتتم في المنافذ الثابته والمتحركه سواء لاجهزه القمه الوطنيه للمناطق العسكريه وخاصه الشماليه عندنا في كفر الشيخ، او ايضا المنافذ التابعه لبعض السيارات الاستباريه. بتقيم دلوقتي تنزيل وخفض الاسعار بنسب من 20 ل 30% عشان اعتبارا من شهر رمضان. طيب انا كنت لسه اسال حضرتك على مساله الاسعار. كفر الشيخ غير القاهره، الاهل القاهره بيقولوا اسعار نطت بالنسبه لهم، القفزات دي حصلت في كفر الشيخ وبنسب حضراتكم رصدتوها ولا لا؟ هو حضرتك بعض التجار للاسف بيقوموا بتوقيتات اللي ما قبل رمضان او توقيتات بقى تداعيات، هي جايه بقى بكل يعني ممكن يخترعوا 100 سبب اليومين دول بالظبط كده، باعتبار بقى تبعيات الحرب الاوكرانيه وزياده بعض اسعار السلع عالميا. لكن الحقيقه انه التاثير حتى الان نسبي نتيجه لان المنافذ اللي موجوده الحقيقه اللي ابتدت واللي تم افتتاحها سواء متنقله او ثابته لأهل رمضان مثلا تابعة لوزارة التموين كلنا واحد اللي تابع وزارة الداخلية، المنشآت والمنافذ اللي موجودة للمنطقة العسكرية الشمالية أو أجهزة الخدمة الوطنية كلها منزلة منتجات احنا افتتحناها في مراكز العديدة في كفر الشيخ، منزلة الأسعار من 20 ل 30%. آخرهم منفذ احنا فاتحينه مع المنطقة الشمالية الحقيقة من اسماك ولحوم ومنتجات بقاله. طيب كويس قوي. نقص الاسعار من 20 ل 30%، الاهم منها ان هو حاطط قايمه بالسعر السوقي الالي يافصه وجنبها السعر اللي هو منزل بيه، والمواطن ذكي جدا بيقدر يستقرئ الاسعار وبيقدر يعرف ان دي خامه جيده منتج مستديم صحي سعره اقل من السوق بحوالي 20% و30%. يعني النهارده يا فندم كان وزاره الداخليه اعلنت عن 1400 محضر وقضيه سلع تموينيه، ده جزء منهم يعني ده كان بيتم في ال 24 ساعه اللي فاتوا، هل جزء منهم كان بيتم في كفر الشيخ؟ الحقيقه بالتعاون مع اجهزه الداخليه ومباحث التموين ومديريه امن كفر الشيخ هنا عملنا حملات مجمعة على الأسواق في اليومين اللي فاتوا، تم ضبط العديد من المخالفات المعتادة في السلع التموينية أو إخفاء لبعض السلع وضبط، يعني مؤخرا كان في من يومين ضبط لمنتجات دقيقة دي من الفاخر موجودة متخزنة للاحتكار. اه طبعا، وكله قاعد مستني بقى في لحظة معينة انه يقول لك وصلت عندنا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم، اتمنى التوفيق لكل الجهود اللي حضرتك اتكلمت عنها. شكرا جزيلا سياده اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. طب احنا شفنا دلوقتي